ناخذ ليد نتورك. هلا الليد نتورك اصعب شوي بناءه. عندي الليد نتورك راح يتكون من مقاومات، راح اخلي هاي المقاومه مساويه لقيمه هاي المقاومه، راح احط هون سي. كيف بدي اطلع ترانسفير فانكشن او ترانسفير فانكشن لكنها جي جي اوميجا؟ بدي اخذ امبيدنس هاي على الامبيدنس هاي، مضبوط؟ الامبيدنس هاي سهله اللي هي لكن الامبيدنس هاي بقدرش اجمعهم كامبيدنسز، بدي اجمعهم ك ادمتنسز وبعدين اخذ واحد عليهم. ايش الادمتنس تبعت الريزستر؟ واحد على الار، والادمتنس تبعت سي جي اوميجا سي. اذا بجمع جي اوميجا سي زائد واحد على ار، هذه ادمتنس، هاي صارت امبيدنس. مش هاي مضبوط الامبيدنس تبعت هذا؟ ار عليها. فبصير عندي هلا هون بدي